كيف تستخدم التكنولوجيا في التعامل مع المتفجرات؟ هل لدينا هذه التكنولوجيا في مصر؟ لماذا لا تستثمر وزارة الداخلية في التكنولوجيا؟ لماذا يستشهد أولادنا من ضباط الشرطة دون محاسبة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك. كلنا تقريبا عايشين في مشاكل القنابل البدائية اللي بتنفجر في الشوارع واللي بتكتشفها الشرطة وبتفككها كل يوم، لكن تفتكروا في دور للتكنولوجيا في مواجهة الخطر ده؟ وهل فعلا وزارة الداخلية عندنا بتستخدم التكنولوجيا؟ وإيه هي التقنيات اللي ممكن تستخدمها الأجهزة الأمنية للتعامل مع القنابل؟ خليكم معانا بعد الفاصل. هاكرز تابعون لداعش يخترقون حسابا على تويتر تابع للقوات الأمريكية. باحثون في اليابان يبتكرون جهازا يكشف المواد المتفجرة في 5 ثواني. فيديو لمسؤول أجناد مصر الإرهابية يحرض ضد الجيش والشرطة. تنظيم الدولة الإسلامية يوزع 5000 أسطوانة فيديو في قطاع غزة. جماعة أجناد مصر تدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة. أهلا بكم. قبل ما نتكلم في أي حاجة لازم نوجه التحية والتقدير لكل شهداء الشرطة والجيش اللي بيروحوا ضحايا المتفجرات اللي بيلاقوها كل يوم في شوارعنا علشان ينقذوا حياة ناس كتير. هم ضحايا الإرهاب الغادر والخسيس، والسؤال هنا هل هم فعلا تم تدريبهم وتأمينهم التأمين الكافي علشان يواجهوا الأخطار دي؟ وقبل ما أي حد يتهمنا أننا بنهاجم الداخلية، مش هدف الحلقة ولا البرنامج الهجوم على قد ما هو المساعدة والمساندة والنصيحة، لأن اللي بيستشهدوا دول إخواتنا وأهلنا، بس لازم نكون متفقين أن في مشكلة عندنا في تكنولوجيا التعامل مع القنابل والمفرقعات. ومحدش يقول لي دي حالة فردية وإحنا عندنا أحدث التقنيات، علشان أنا شفت بعيني محدش قال لي قدام بيتي إزاي بيتعاملوا مع قنبلة. الناس كانت بتتفرج عليها ورايحين جايين بكل أريحية، وكلهم كانوا بيتكلموا في الموبايل عادي ولا كأن في مشكلة. ده غير كمان الناس اللي كانت عايزة تتصور سيلفي جنب القنبلة. اللي يجنن أكتر إن وزارة الداخلية عندها تقنيات وحتى لو متواضعة للتعامل مع المتفجرات زي البدل الواقية اللي واضح إن ملهاش لازمة أو مش مطابقة للمواصفات، بدليل اللي بيستشهدوا هم لابسينها زي النقيب ضياء فتحي الله يرحمه. وزارة الداخلية عندها كمان روبوتس للتعامل مع المتفجرات وعرضوها للناس في التلفزيون، ورغم إنها مش أحدث حاجة لكن روبوتس في النهاية وهتحمي حياة ضابط ممكن يستشهد بسهولة في أول غلطة مع أول قنبلة. السؤال بقى لوزارة الداخلية، هو الروبوتس ده لازمته إيه في الوزارة؟ ولا علشان نقول إن عندنا أحدث تقنيات وخلاص؟ طبعاً أنا فاهم إنه مش هينفع أستخدم الروبوتس ده في أي مكان لتفكيك قنبلة أو التعامل معها، لكن على الأقل أغلب القنابل اللي في الشارع دي ليه ما بنشوفش الروبوتس بدل ضباطنا اللي بيستشهدوا كل يوم؟ خلينا أديلكم مثال وأفكر نفسي وأفكر وزارة الداخلية، إن أغلب القنابل دي المفجر بتاعها معتمد على مفجرات بدائية زي التليفون المحمول القديم واللي ممكن الإرهابي يجيبه من أي حتة أو يشتريه ب50 جنيه ويوصل الفايبريتور بتاعه على القنبلة بكل سهولة. كل اللي الإرهابي هيعمله إنه هيتصل بالرقم اللي في الموبايل فتنفجر القنبلة. النوع ده من القنابل محتاج طريقة خاصة للتعامل معها، يعني في أجهزة وعربيات متخصصة للتشويش على إشارات التليفون علشان تمنع تفجير القنبلة. ليه بقى ما بنستخدمهاش غير في مواكب المسؤولين؟ سؤال تاني مهم، ليه ما بتتعاونش وزارة الداخلية مع شركات الاتصالات لفصل الخدمة مؤقتا في المنطقة اللي فيها القنبلة لحد ما يفككوها؟ بلاش دي، هتقول لي الموضوع مكلف وصعب افصل الخدمة عن الناس كلها. طب ما تستخدم تكنولوجيا التشويش في مكان محدود، ودي موجودة ومش مكلفة وهتساعد كتير في النوع ده من القنابل. السؤال الأهم بقى، ليه جهاز تنظيم الاتصالات لسه سايب كمية الخطوط اللي ملهاش أي معلومات منتشرة في إيد الناس؟ الخط اللي ملوش بيانات ياما بيتعمل بيه مصايب، من أول المعاكسات مجهولة المصدر وجرائم التهديد والابتزاز والسرقة والقتل لحد تفجير القنابل. تخيل بقى أنا بقول لك قنابل بتنفجر بالموبايل وتلاقي اللي واقفين حواليها كلهم بيتكلموا في الموبايل، ده إيه الجمال ده؟ بس الحقيقة الواحد لازم يعترف ان مهمة الارهابي اسهل بكتير من مهمة رجال الامن، يعني اي حد عايز يعمل قنبلة بسهولة ممكن يدخل على الانترنت ويدور على طريقة عمل القنابل وهيلاقي الاف الطرق بالصور والفيديو كمان وبالخطوات، وده يخلي القنابل البدائية من اشهر اسلحة الارهابيين دلوقتي. في المقابل بقى رجال الامن مهمتهم اصعب في تفكيك القنابل دي والتعامل معها، وبالذات لو مفيش تدريب كافي ومفيش امكانيات تكنولوجية متطورة زي الروبوتس اللي موجودة دلوقتي بشكل اساسي مع كل الفرق المتخصصة في تفكيك المتفجرات حوالين العالم. وده واحد من أشهر الروبوتس اللي بيستخدموها دلوقتي وهو تالون، وفي منه أنواع كتير، لكن من أهم مميزاته إنه صغير جدا وممكن يدخل في حتت كتير صعب وصول خبراء المفرقعات ليها، وكمان أسرع بكتير من الإنسان، والأهم إنه هيحمي حياته اللي هي أغلى من الروبوت أيا كان سعره. الروبوت ده كمان يقدر يفجر قنبلة عن بعد عن طريق مدفع ضغط المية حتى من غير ما يلمسها أي إنسان،
ما تقلقش هنشرح موضوع المايه ده بعدين، بس خليك فاكره. الرابط كمان ممكن يفكك قنبله ويجيبها علشان يقدر المتخصصين يعرفوا المواد اللي معمول منها قنبله، وبالتالي ممكن يوصلوا للي عاملها او حتى المكان اللي عاملها اشترى منه مكونات القنبله زي المواد المتفجره مثلا. خلونا نطلع فاصل صغير وبعدين نشوف ايه اللي التكنولوجيا ممكن تقدمه تاني للامن في مواجهه الاخطار دي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بيكم. عايز اقول لحضراتكم ان العبوات بدائيه الصنع دي عامله صداع للعالم كله، مش في مصر بس، لكن على الاقل هم بيحاولوا يستخدموا التكنولوجيا في مواجهه النوع ده من القنابل، زي تطوير الروبوتس اللي بتتعامل مع المتفجرات تحديدا. وده نوع من الروبوتس بيطوروه علشان يحاكي تعامل الانسان مع العبوه الناسفه، وبيتم التحكم فيه برضه عن بعد. وزي ما انتم شايفين الروبوتس ليه ايدين زي ايدين البني ادم بالظبط، علشان اللي بيتحكم فيه يقدر يتعامل مع القنبله كانه هو بنفسه اللي قدامها، ويقدر يفككها ويجيبها كمان لمركز التحكم. ومن الحاجات الظريفه كمان انه مش بعيد يشوف الرخص، وهيكون في اجهزه تقدر تقرا الرخصه الرقميه متوصله بقاعده بيانات المشتبه فيهم، ويقدر يكشف عنهم في لحظه كمان. انا قلت لحضراتكم اكتر من مره في حلقات قبل كده ان الروبوتس هتستبدل الانسان في مجال الحرب، وادي كمان المجال الامني. بمناسبة الروبوتس عايز اقول لكم معلومة طريفة، وهي ان الروبوتس الحديثة اللي بيستخدموها دلوقتي في تفكيك المتفجرات عملتها شركة اسمها اي روبوت، اللي عملت المكنسة الكهربائية الذكية اي روبوت رومبا، والشركة بتصنع كتير من الروبوتس المفيدة جدا في الاستخدامات العسكرية والامنية. تعالوا بقى نفتكر موضوع التفجير بالمية، فاكر ولا نسيت؟ شكلك نسيت. هتقول لي وايه علاقة الروبوت ده بالمية؟ الاول لازم نفهم موضوع المية، هو ان كل ما المية زاد ضغطها كل ما كانت قوية جدا، لدرجة انك ممكن تستخدمها في قطع الخشب والمعادن كمان، لكن طبعا محتاجة تقنيات مش مجالها النهاردة. لكن اللي يهمنا ان الضغط اللي من النوع ده بيستخدموه في مدافع خاصة علشان يفتتوا بيه مكونات القنبلة ويفصلوها عن بعضها قبل ما تنفجر، والنوع ده من التعامل مع العبوات افضل واسرع بكتير جدا من التعامل بفصل مكونات العبوة يدويا. طبعا التقنية دي موجودة عندنا في مصر، لكن برضو للأسف بيدخل فيها العنصر البشري اللي بيعرض حياة الضابط أو خبير المفرقعات للخطر. دلوقتي الشركات المشهورة في المجال ده بتعمل كبسولات خاصة ومفجرات لتدمير القنابل وفصل مكوناتها، ممكن تتركب في الروبوت ويقدر الروبوت يفجر القنبلة عن بعد من غير ما يدخل البني آدم في الموضوع. وزي ما انتم شايفين كده، ده روبوت بيبطل مفعول قنبلة في عربية مفخخة عن طريق كبسولات المية. الروبوت كمان ممكن يركب كبسولة المية دي في أي مكان فيه قنبلة، بدل ما الخبير هو اللي بنفسه يركب الكبسولة، ويقدر كمان اللي بيتحكم في الروبوت يفجر بيه الكبسولة بسهولة علشان يبطل مفعول القنبلة. الجميل بقى في الكبسولات دي إنها أنواع كتير جدا حسب نوع العبوات وأماكنها، يعني لو العربية مفخخة غير مثلا شنطة عربية، غير مثلا موتور العربية، أو حتى في الشارع. تكنولوجيا إبطال العبوات الناسفة موضوع كبير جدا، وفي تقنيات كتير لازم الخبراء يذاكروها علشان يوفروا الحماية لإخواتنا اللي بيشتغلوا في إدارة المفرقعات. ولازم كمان يكون عندنا رؤية لاستخدام التكنولوجيا في اكتشاف العبوات دي مكوناتها بدل الكلاب. عندك مثلا الأجهزة اللي فيها أشعة إكس أو حتى الليزر، واللي تقدر بسهولة تصور اللي جوه العبوة، ويقدر الخبير يعرف مكوناتها قبل ما يتعامل معاها، بدل التعامل العشوائي اللي احنا بنعمله. والتكنولوجيا دي كمان بيستخدموها على نطاق كبير في أجهزة ضخمة للكشف عن العربيات كمان في المطارات. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، وهي الحماية من الموجة الانفجارية اللي بتنتج من انفجار القنبلة نفسها، واللي في الغالب تأثيرها بيكون مميت على البني آدمين، زي الشظايا اللي ممكن تموت ناس كتير جدا برضو في محيط الانفجار. لكن الشظايا ممكن الحماية منها بطرق كتير، زي البدلة الواقية واللي واضح انها بعافية عندنا زي الروبوت بالظبط. اما الموجة الانفجارية او الضغط اللي بينتج من الانفجار، فده ناس كتير بتقول انه مستحيل الحماية منه، وقوته بتختلف طبعا حسب قوة القنبلة والمادة المتفجرة ونوعها ومكان وجود الشخص وقت وقوع الانفجار. لكن اخيرا مجموعه من المهندسين في تكساس ابتكروا ماده بتمتص الموجه الانفجاريه اكتر حتى من العربيات المصفحه. هوريكم دلوقتي تجربه عملها متخصصين مع المهندسين اللي ابتكروا الماده دي، وفعلا جربوا المتفجرات على عربيه مصفحه، واللي كان واضح ان التفجير بهدل العربيه باللي جواها. تخيل بقى لو دول بني ادمين في عربيه مصفحه. كل سنه وانت طيب، لان ضغط الموجه الانفجاريه هينعكس جوه العربيه المصفحه، وبالتالي هيعمل اضرار كبيره للي جوه العربيه. لكن لما ركبوا الالواح والدروع الحديثه دي تحت عربيه عاديه حتى مش مصفحه، قدرت فعلا الماده تمتص اكتر من 95% من الموجه الانفجاريه وتاثير القنبله، وده تطور رهيب في نقطه الحمايه من قوه الموجه الانفجاريه. الالواح دي طبعا انواع كتير، وممكن حتى تتركب في اي حاجه مش العربيات، ولو مش مصدق شوف بنفسك ازاي بتمتص الموجه الانفجاريه في عربيه مش مصفحه. Right.
ready to go? موضوع التعامل مع المتفجرات من أكتر المواضيع المعقدة في الأمن والدفاع، لكن من وجهة نظر المتواضعة التكنولوجيا فيها حلول كتير جداً، مش بس للتعامل مع القنابل وأبطالها، لكن كمان اكتشاف وفحص وتفجير وأجهزة وأدوات متطورة جداً. التكنولوجيا مش بس في موضوع المتفجرات، التكنولوجيا وصلت لتطور مرعب في المجالات الأمنية كلها، لدرجة إن في ناس كتير ممكن تفكر إنها خيال علمي، وده موضوع محتاج حلقات تانية كتير علشان نفهم التكنولوجيا في المجال ده وصلت لحد فين. لكن حلقة النهاردة تحية متواضعة لروح كل شهيد فقد حياته وهو بيفك قنبلة علشان غيره يعيش، وفي نفس الوقت رسالة للمسؤولين في وزارة الداخلية، أرجوكم استثمروا شوية في التكنولوجيا. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.